أنت طالع. ليش طلقك ليش؟ سمعتنا توسخت من فعايل أخي أبو. يا الله لا يوفقن إلهي ولا يوفق اللي كان السبب. قومي تقبريني، قومي اشلحي ملايتك، قومي. يا أمو، يا أمو بدي أرجع لجوزي الله يخليك. لك ترجع عليه بلاطة. شو يعني؟ يعني لا تجيبي سيرة قدام حدا إنك أنت مطلقة وما تحكي شو صاير معك منوب لحتى يجي أخوكي. اي وشو رح ينفعني اخي؟ شلون شو رح ينفعك اخوكي؟ اخوكي بده يحاسبه حساب عسير، يا اما بده يخليه يرجعك غصبا عن راسه. اي بس الله يخليك بدون ما يتزعلوا او يتخانقوا، الله يخليك. هيك شغله عملها جوزك ما عاد تمرق على خير، وبده يخليه يبهدله بهدله الى اول ما لاخر. لك حاش تبكي، حاش تبكي، والله ما بينبكى عليه. قومي تقبريني، قومي الله يرضى عليك، قومي اشلحي ملايتك، يلا قومي. قومي إن شاء الله ما بصير غير اللي بدك اياه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هذا اللي عم تقوله جميل؟ ليه طلقت مرتك؟ شو ذنبها هي؟ ما بكفي إنه أختها صياح. ما حبيتها منك هي جميل أبداً. اسمعني يا أخي. الليلة من كل بيت لازم ترجع ترجع مرتك. لا تحبها أخي، من الآخر فتحية ما بترجع لعندي لحتى تبان حقيقة بيت أب سليم. عيب عليك جميل، شو هالحكيات؟ شو ما بتعرفوا بيت أب سليم مين هنين؟ ما بتعرف قديش هن طاهرين؟ أنا مالت لا، على عيني وراسي، بس أنا لازم شوف بعيني وإسمع بإذني براءة الحريم وبراءة صياح، بعدين أنا بروح برجع فتحية. يا جميل يا أخي الله يوفقك، بس اسمعني. صبري، غير الحكي ما عندي. من هون لهون الله يهديك. شلونك فتحية؟ الحمد لله. تقبريني روحي ساوي لي فنجان قهوة. لا تساوي لا شيء يا مو. أهلين وسهلين أم سعيد. ليش ما بدك تشربيني قهوة؟ لأنه بدي أخذك مشوار معي. لوين المشوار؟ بعدين بقول لك، بس لدك ملايتي وغير أوعيي بجيب لك. بسرعة لا تطولي بفور دمي. لا لا. شلونك فتحية؟ إيه مالي منيحة بنوب. يو يو يو، ليش مالك منيحة؟ احكي لي شو صاير معك، أنا بساعدك. ما بتخبى عنك ام سعيد، بس ما بقدر احكي لك هلا، من تكبر رح تعرفي كل شيء. ايوه من تكبر. اي منستنى من تكبر. ام صافي شو صار معك؟ يا اهلين وسهلين بست ام صافي وام سعيد، شرفتوني وانستوني. الله يشرف مقدارك يا حق. ام حمدي يا ريت تفوتي لنا بناتك يسلموا على ست ام صافي. ايه شو علي؟ بناتي التنتين خدامات عند الست ام صافي. تسلم الام وبناتها يا حق. بس الله يرضى عليكي، فوتي لها بنتك الكبيره بس. ايه على عيني على عيني، عن اذنكم. سلم عينك. ان شاء الله يصير نصيف. ان شاء الله يا رب. يا امو ما بدي فوت، ما بدي فوت، بفوت ايديك يا امو. يا امو فوت انا بدالة. انت كرسي، فوت ساوي القهوه. حاضر يا عمو. صبتي القهوة منيح. حاضر. فوتي غيري هذا الروب والبسي الروب اللي اشتريت لك اياه الاسبوع الماضي. يلا امي يلا. يا عمو انا شو حكيت قدامي؟ حاضر. يلا الله يصبرني.
خزيت العين وما شاء الله بسم الله. آية الكرسي تحفظك. يسلم ايديك يا حبيبتي. يسلموا ايديك يا حلوه انتي. يسلموا ايديك يا مو. تعالي جنبي حبيبتي تعالي. اسمعي كلام مرت عمك انصافي. روحي تعالي. خزيت العين وما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلم لك اولادك يا ست ام صافي. الله يسلمك. يا مو بدك شيء مني؟ شو بكي ريحانه قاعدين متونسين فيكي. عن اذنكم. خجلانه خجلانه. ما شاء الله زيت العين. اختي ام حمدي نحن طالبين ايد المحروسه بنتك ريحانه لابني صافي. نتشرف يا ام صافي نتشرف. يعني بفهم منك انه انتم موافقين؟ يعني انت بتعرفي انه الكلمه الاخيره لابو حمدي. وان شاء الله ان شاء الله بيصير خير يا رب. خلص معناها نحن عم نستنى جوابكم. ايه معناها خلونا نقرا الفاتحه على نيه التوفيق. يلا شو علي؟ ان شاء الله آية الرزق يا رب. آمين. ان شاء الله ألف مبروك سلفا. الله يتمم لهم بخير يا رب. يا رب يا رب. اضرب انا وحظي. ايه انبسطتي يا بعدي؟ هي اجى نصيبك ورحت تتجوزي، بس العطر علي انا اللي ما كان يعرف يجي نصيبي لهلا. بعتلي قتلي بعتلي قتلي ان شاء الله. عن جد الله بيعطي الحلاوه للماله سنا. وبيت ابو حمدي قبلوا يعطوا بنتهم لام صافي؟ أنا قبلوا يا خانم. ايه تقولي ام حمدي رح تبوس ايدها لام صافي لانه طلبت بنتها لابنها صياح. يوه ايه لقوي علينا شوي ام سعيد، لانه هالحكي اللي عم تحكيه مو معقول منوب منوب. وليش مو معقول؟ يو شلون بدهم يوافقوا يعطوه وهن بيعرفوه انه متجوز بنت المختار؟ والله ما بعرف، هذا اللي صار. يا على قامتك شو سلاله؟ جايره خانم مو لازم ما يعطوه؟ يا مطيعه البنت كبرت ولهلا الله ما كرمها بعريس، يعني ما فيها شيء اذا امها جوزتها. بعدين خلي صياح يربيها لهي ام نص لسان عفاف. دخلك ام سعيد وعفاف دريت انه جوزها تجوز عليها ولا لسه ما دريت؟ لا لسه ما دريت، بس عن قريب رح تدرى ومن كل بد. ايه الله يرضى عليكي، وبدي اياها تدرى اليوم قبل بكره. وحياة عيونك لانشر الخبر بكل الحال. هيك بدي اياكي، حركي لي حالك. خلصنا بقى. الله يختار الخير لكل الناس ويستر على بناتنا. آمين يا رب العالمين. قومي ام سعيد قومي، قومي نادي لي لمطيع قبل ما يسكر دكانته. شو بدك منه؟ تجيكي دفشة يا ام سعيد شو كتيرة غلبة. بدي اياه مشان مشغل الخياطة، ارتحتي هيك؟ ايه على عيني وراسي، رايحة ناديله، بس بدي ارجع لاقي الطاولة جاهزة وعلي الأكل، هذا ما بيعبي لي راسي. يعدمني الفجع. مشان الله يا شهيرة خانم لا تزعلي مني، يعني شنو من كثر المشاكل اللي عم تصير بالحارة حاسة عقلاتي اللي حسوا. كل شيء بيلتقى له حل. ورحت خطبت لك بنت أبو حمدي الكبيرة. الله يسامحك على العملة يا مو، هلا وقت خطبة وجواز وأختي مطلقة؟ إيه وقتها، ليش مو وقتها؟ أختك إن شاء الله بكرة جوزها بيرجعها، هلا المهم اسمع مني. الجماعة وعدوا لي يردوا لي خبر، وأغلب الظن إنهم موافقين. بس يا مو يا مو، أنت قلت لي إنه ما عاد ترجع على عفاف، هيك ولا مو هيك؟ هيك، ولو إجت وباست إيدك ورجلك واستسمحتك على العملة اللي عملتها، ما رح رجعها. ما برجعها لحتى أبوها وأخوها يستسمحوني قدام كل الخلايق على العملة الوسخة اللي عملوها مع المستورة فكرية. ها معناها بتوافق على جوازتك من بنت أبو حمدي. الله يرضى عليك يا أمي، لا تسود لي وشي قدام الجماعة. ما عاش بدي اسود وشك يا امو. هيك بدي اياك، الله يرضى عليك. عطرك يا شام حبي عطر.